هو ليه المطارد شخصية مميزة مختلف كده؟ طب الناس بتشوفه ازاي والناس بتقيمه ازاي، وليه هو بيجلب النظر؟ ليه هو بيبقى شخصية ملفتة؟ لو دخل اي مكان بيبقى شخصية ملفتة. ليه كمان بيبقى عليه عين، يعني سواء بقى عين حلوة او عين وحشة؟ خلينا نتكلم عن المطارد اكتر النهاردة. معاكم روبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. اللي يحب يتواصل معايا لحجز الاستشارات بيكلمني على الفيسبوك او الانستجرام، اللينكس في صندوق الوصف. الاستشارة تبقى بخصوص التوأم الشعلة او الارتباطات او العلاقات بشكل عام. بنقدم حلول كلايف كوتشنج للحياة بشكل عام. المطارد شخصية جدلية، يعني هو بيجادل، لا الناس بتختلف عليه، بيبقوا شايفينه شخص كيوت جدا، ملامحه بيبي فيس، شكله صغير في السن، بيضحك ودمه خفيف وابن نكتة زي ما بنقول في مصر، وقعدته حلوة وفريش جدا، وعنده طموح وشخصية ناجحة وشخصية مميزة، وفي نفس الوقت ناضج جدا، عقلاني، تقيل، مش تقيل وزنا طبعا، تقيل كده حضور، عارف اللي هو بيقولك مالي مركزه مالي كرسي. المطارد عنده زوايا من شخصيته، يعني لو مثلا بنوتة قاعدة مثلا في وسط صحابها تلاقي طفلة بريئة طلعت وعمالة تضحك وتتنطط يعني فظيع. لو هي قاعدة تشتغل مديرة مثلا في مكانها، أو شاطرة جدا وجد جدا وناجحة جدا ويعني سيريوس، يعني شخصية جد. لو سألتها عن طموحها هيقولك ده أنا نفسي أعمل وأعمل، وأنا شغالة فعلا في الموضوع دوت، وأنا باخد الكورسات الفلانية، وهتلاقيها واخدة ستبس في حياتها أو حياته. طبعا لو راجل تلاقيه مثلا بيحب الجيم، وبنت مثلا بتحب الحاجات الفاشن والأنوثة ومش عارفة ايه، تحس ان هي او شخصية المطارد ده ليه كذا زاوية كده من شخصيته. وساعات انت اصلا يا مطارد ما بتبنينش كل الجوانب دي بتاعت شخصيتك، انت عارف كده. يعني مثلا الجماعة بتوع الشغل انت موريهم مثلا الشخصية الجد او الشخصية اللي هي الرسمية، صحابك شايفين مثلا الجزء الهلس بقى والضحك والتنطيط ومش عارفة ايه، العيلة انت ابن بار ولطيف وكويس جدا. مثلا عندك مثلا حد مثلا من صحابك شايف مثلا الجزء العقلاني فيك. طب ليه انت الناس بتختلف عليك؟ علشان انت عندك الحاجة وعكسها، يعني انت شخصية طيبة جدا بس محدش يعرف يضحك عليك، ولو حد كده حب يتلون ولا يخدعك او يأذيك بتقف لنفسك وبتعرف تحارب وبتعرف تاخد حقك. طب هل انت عصبي؟ انا مش عصبي الحقيقة، بس لو عزت تعصب انت هتزعل. زي ما بنقول في مصر انت هتزعل وهتجيب ناس تزعل، انت مش هتزعل لوحدك. انت مثلا شكلك صغير وكيوت كده وتحس ان هو يضحك عليك، وفي نفس الوقت لا ده انا لو اخدت رأيك في حاجة انت رأيك يعني دماغك تقيلة، رأيك موزون، بتعرف تاخد كل كده حاجة ايه على الميزان. عندهم برضو تعليق الناس اللي هو انت محدش يتوقعك، يعني انت هادي ومسالم وكده، بس لو عزت تتعصب انت هتتعصب جدا. عارف فكرة ان انت بتختار المواقف اللي بتخش فيها، يعني انا ايه بختار الحروب اللي انا اخش فيها، بيقولك بالانجليش كده I choose my fights، انا مش اي حاجة ومش اي حاجة تجرني، لا انا لو موضوع يستاهل
انا بقف اتكلم، لو موضوع مش مستاهل هكبر دماغي. فانت مش اي حد يجرك كده لخناقه بتروح. فانت يعني المود بتاعك الطبيعي ان انا شخصيه لطيفه ومسالمه مبتسمه فريش دمي خفيف بهزر بلعب. حد بقى حب كده يتطور ويتعدى حدوده يعني الله يرحمه هيشوف وش مش لطيف ابدا. وعارفين ان دي علامه قويه جدا في موضوع عمال النور، ان اللي يعرفك يا اما هيحبك جدا يا اما هيكرهك جدا. يعني دور كده في معارفك، مش هتلاقي حد مثلا وسط او اللي هو عادي، لا انت علاقاتك عميقه، ما بتحبش العلاقات السطحيه. يا اما انت صاحبي وانت صديقي فانا هبقى جدع جدا معاك واتوقع كمان ان انت تبقى جدع معايا، يبقى الموضوع متبادل. لكن فكره ان انا بقى مثلا ايه طبيعي ان انا هيبقى عندي معارف او كده، بس اللي هو مش هدخلهم حياتي. فانت اللي يعرفك يا اما يحبك جدا يا اما يكرهك جدا. طب ده ليه؟ علشان انت صريح، علشان انت نقي، علشان انت شخصيه شفافه. انا هو ده انا وهو ده شخصيتي وهو ده اسلوبي. انا مش هلون او مش هقنعك بنفسي لو بص ده انا حلوه قوي ده انا لا يا حبيبي انت شفتني كويس اهلا وسهلا، ما شفتنيش كويس برضو دي مشكلتك. انا مش هقنعك بيا. انت قادر تشوف الحلو اللي جوايا تمام، مش قادر your problem بقى. انت بقى هتبص يعني مثلا ايه، انتوا عارفين اللي هي الفكرة بتاعت اللي هو ايه، انا شايف شخص مثلا راجل كده جنتلمان لابس حلو جدا زي القمر، فانا مثلا هاجي اقيمه هقول ده فعلا شكله كده يعني مثقف وشكله مثلا متعلم، ده شكله مثلا بيعمل يعني شخص كده شكله ابن ناس مثلا. او انا برضو نفس الشخصية هاجي اقول هو متنك ليه، هو شايف نفسه ليه، طب هو عمل ايه عشان تقول عليه هو متنك او شايف نفسه، هو ما عملش حاجة الحقيقة، هو بس واقف يعني مستحمي مثلا. فوانس ان حد يكون مستحمي ده كده يبقى شايف نفسه او مغرور او تنك. فهي الفكرة في كده، يا اما حد هيحبك ولنفس الصفات، يعني هو نفس الشخص وهي نفس الوقفة هو نفس كل حاجة، بس حد هيحبك قوي علشان مش حاسس بالنقص معاك، مش عادي بني ادم سوي. انا بسميها دايما ان هو شخصيه سويه، بتشوفك ان هي شخصيه سويه، فانت ان انت حلو وانا حلو على راي روبي. انت حلو وانا حلوه يعني عادي ما فيش مشكله خالص، او لا اصل انت حلو فده معناه ان انا وحشه. لا على فكره فاهمين اقصد ايه، وتلاقيك انت اصلا عمال تسال نفسك هي الناس مركزه معايا ليه، انا فلان بيراقبني، انا حرفيا بيراقبني، انا جارتي اللي جنبي على طول بتشوف طلعاتي ايه ولابسه ايه وداخله البيت بايه او تصرفاتي ازاي، انا زمايلي في الشغل مركزين معايا. هو انت ناسي، هو انت مين؟ انت شخصيه موهوبه، انت عامل نور، انت شخصيه مؤثره، فطبيعي ان طاقتك عالية وطاقتك مؤثرة وانت قدوة. فانت دايما الواحد يقول لعمال نور خلي بالكم من تصرفاتكم، اللي هو الناس هتقلدك، بتعمل حلو وبتعمل وحش هتقلدك، فركز انت ازاي مؤثر في اللي حواليك. هتلاقي مثلا ولاد اختك مثلا شايفينك انا نفسي اطلع زي خاله او نفسي اطلع زي خالته، انت هدف يعني اللي هو انا احب ان انا اقلدك او انا احب ان ولادي يطلعوا زيك. من الحاجات بقى القوية جدا الناس شايفها فيك ان انت دمك حامي. يعني مثلا لو انت قاعد في وسط مجموعة من الناس وفي حد مثلا اشتكى ان هو مثلا عنده ضائقة مادية، عنده مشكلة ما، في حد بيأذيه بشكل ما، الناس كلها هتبقى قاعدة تسمع ويا اما ساكتة يا اما مثلا تقول ربنا معاك. بيبقى معظم ردود الافعال سلبية، لكن انت لما بتسمع الموضوع ده بتقوم تاخد اكشن، يا اما مثلا بتديله فلوس، بتساعده بشكل ما، ما بتحبش الظلم، بتدافع عن الحق، بتدافع عن المظلوم، ما بتحبش الحي الميل.
ما بيحبش مثلا لو مثلا أربعة مثلا جايبين واحد عمالين يتريقوا عليه، لا انت هتقف مع الراجل المظلوم اللي بيتريقوا عليه دوت ضد الأربعة ده، سواء انت هتقدر تسد او مش هتسد انت بتحاول. طيب نيجي بقى عند النقطة، طب هي الناس بتغير منك ليه او بتحقد ليه او بتحسد ليه او عمل لهم كده قلوا في دماغهم؟ ايه اكتر حاجة في الموضوع ده؟ ان انت شخصية مستقلة، ان قراراتك من دماغك، ان انت صاحب قرارك وصاحب قرار في حياتك. ايوة طب هما متضايقين ليه؟ هو ايه اللي متضايقين ليه؟ طب معظم الناس ومنهم الهارب هو مش صاحب قراره في حياته. تخيل لما انا مثلا يبقى عندي 30 40 50 سنة، 50 سنة ومش صاحب قرار في حياتي. طب ثانية واحدة بس، هو انت هتعيش قد اللي عاش؟ يعني انت هتعيش مثلا ربنا دي طول العمر يا رب في صحة وعافية كده وفي طاعة ربنا، هل انت مثلا هتعيش الخمسين السنة التانيين؟ طب هيبقى هتعيد فترة الشباب، هتعيد فترة المراهقة، هتعيد احلى سن اللي هو التلاتين والاربعين مثلا؟ انت مش هتعمل كده. طب انت بتضيع حياتك ليه؟ فمن كتر ما هم الموضوع ده واجههم وشايفينك مستقل، لا تعبانين مش قادرين يستحملوا الموقف ده. ومش مستقل بس، ما انت مستقل عشان انت مستقل ماديا، ربنا فتح عليك بشكل ما، غني بشكل ما، رزقك واسع، فهم عايزين يعرفوا هو انت بتشتغل ايه الشغلانة اللي بتجيب فلوس. والله طب يعني ايه نوع الشغل؟ طب ما انت لو بتشتغل الشغلانة اشتغلها معاك واخد فلوس برضو. هو الرزق ده مش بتاع ربنا ولا ايه؟ فدايما كده عمالين ايه يسألوا نفسهم هو ليه؟ يعني شايفين علامات النعم ربنا عليك، الحمد لله، يعني هنعمل ايه؟ حصن نفسك. والحقيقة ان دي من اكتر الاسباب ان المطارد مش عايز يخش في علاقة والسلام. فكرة ان انا اتجوز وخلاص دي مش بتاعة المطارد. فكرة ان انا اي حد هيعدي يطلبني هروح، لا، المطارد عارف انا ايه ونفسي في ايه وايه العلاقة اللي تناسبني. لا انت مش هتتجوز والسلام، انت يا اما مثلا عايز الشخص المناسب اللي يكمل جزء عاطفي مثلا عندك. لكن لو واحدة مثلا بتسمعني مطاردة، انا مش هتجوز عشان واحد يصرف عليا، الحمد لله ربنا رزقني وبصرف على نفسي وبصرف على عيالي وقايمة ببيتي، انا مش محتاجاك على فكرة كجزء مادي كبانكير كده، لا ده مش موضوعي ابدا، انا محتاجة راجل، محتاجة سند، محتاجة شريك عمر، شريك حياة. بتبص لها بالشكل ده. وعلشان كده انت مش بتاع علاقات عبرة او علاقات نزوات مثلا، لا مش بتاعتك على فكرة. انت مش اي حد يشاور لك هتروح له، لا، انت محتاج علاقة ومحتاج استقرار ومحتاج علاقة عميقة، محتاج حد يحتويك وانت تحتويه وحب متبادل. انت محتاج علاقة بجد، يا اما كده يا اما بلاش. انا مش هخش اضيع وقتي ولا مجهودي، اصلا اسكت، وانا اصلا ما عنديش وقت، والله العظيم ما عندي وقت، لان دوبك الصبح مش عارفة في الشغل وبالليل تمرين الولاد وبقى مش عارفة بنذاكر لهم وبنروح، اليوم خلص اصلا. فيا اما علاقة تستاهل يا اما لا. ودايما دي على فكرة من علامات عمال النور، ان هم يكونوا متعاطفين، ان هم يكونوا قدوة، ان هم يكون طاقتهم عالية، ان هم يكونوا مؤثرين. فهتلاقيهم مثلا معظم الناس بترقبك مثلا، وممكن تكون مثلا لو انت مشهور في مجالك وهم بيبقوا شايفين ان انت شاطر جدا في شغلك وربنا فتح عليك وباين مثلا في شكلك، في شكل لبسك، في عربيتك، في سكنك، في اي حتة، في اي حاجة معينة، فبيبقوا عايزين يقلدوك. والناس اللي هي زي ما بقولك اما بيحبوك او اما مش بيحبوك، حتى اللي مش بيحبوك بيراقبك، وهتلاقيه مثلا متابعك على السوشيال ميديا
وفي صمت، عارفين الناس اللي هي تقعد تسكرول كده وقاعده في صمت، لا بتعلق ولا لايك ولا اي حاجه، ما تفهمش هم شافوك ولا ما شافوكش اصلا، قاعدين كده في صمت بس بيراقبوك، انت شغلهم يعني. طب والله العظيم انا لازم اضحك، انت فكره ان حد يكون مشغول بحد لمجرد ان هو مش فاهمه، طب يعني انت شغل نفسك ليه؟ يا اما مثلا نفسك تبقى زيه فاين فانت بتتعلم منه حاجه، يا اما مثلا انت ما بتحبهوش فمش طايقه فانت مش مركز معاه، لكن اللي واقف في الان بتوين دوت اللي هو انا ببص عليه عارف اللي هو ايه، عيني منه ولا مش عارف عيني فيه حاجه كده يعني. بس ايه كمان الحاجه اللي هي يعني اختصارا كده، انت راجل مختلف او انت ست مختلفه، بمعنى ان كل مثلا البنات نفسها تتجوز اول لما توصل للعشرين وخلاص انا هدفي في الحياة ان انا اوقع عريس وان انا اشوف حياتي العاطفية واشوف هعمل ايه. لا انت مش دي دماغك اصلا، انت عايزة تشتغلي وعايزة تشوفي هتعملي ايه ونفسك تسافري ونفسك حاجات كتير قوي. انا مش همي مثلا الايه مش املي في العريس يعني، عارف اللي هو مش يعني مش انا اكيد نفسي اتجوز واستقر واهدى وكل حاجه، بس مش هتنازل، مش فكره ان انا هوقع اي واحد. فهم بيبقوا شايفينك انك بتمشي حياتك بشكل مختلف، مختلف عن العرف، مختلف عن الثقافه، مختلف عن بنات خالتك، مختلف مثلا انت شخصيا مثلا، مختلف مثلا في انك ذوق قوي، انك بتراعي المشاعر، انك مثلا عندك اتيكيت، عندك شيك، مهتم باناقتك، اصل المهتم يعني انا دايما اقول ايه، الشخص الناجح ده هي بتبقى صفه. يعني ايه صفه؟ يعني انا ناجح في شغلي وناجح مع صحابي وناجح في البيت، وانا ما بحبش الفشل، انا ما بحبش العك، ما بحبش الحاجه الناقصه، ما بحبش الحاجه اللي فيها فهلوه، بحب الحاجه معموله كده بضمير وبقلب وبمشاعر. فانت بتحب الحاجه كومبليت، الحاجه الكامله، مش هقول لك يعني بتسعى ورا المثاليه، لا هي الفكره ان انت مش عايز تلصقه، فانت كل حاجه بتعملها كده ايه من قلبك. فانت مختلف. طبعا انت كده حد جاي لنا من الفضاء، احنا كده مش عارفينك ايه يعني ايه عايز كل حاجه من قلبك وكل حاجه فيها. حتى وانت مثلا واقفه تطبخي مثلا اكله بتعمليها بمزاج، عايز الحاجه تطلع حلوه، مش فكره حط ارمي الرز على السمنه على الحاجات هيطلع علينا، لا انا واقفه رايقه كده، يمكن كمان مشغله مزيكا ولا قاعده كده رايقه علشان الحاجه تطلع، اللي هم بيقولوا عليها النفس. فانت كل حاجه بتعملها انت بتعملها بشكل مختلف. و فاكرين معرفش يحضرني فيلم اللي هو اسمه ماوكلي تقريبا، اللي هو كان طرزان لو انا فاكره صح، كان الولد اللي هو اتربى في وسط الذئاب ده، هو كل حاجه كان بيعملها بشكل مختلف. هم كانوا مثلا بيشربوا بالشكل دوت، لا هو كان سمارت انف ان هو كان ذكي كفايه ان هو مثلا يعمل الشكل دوت وينزله في الميه فيطلع كده اسمها باول ديت يشرب منها. انت بتعملها بشكل مختلف، انت مش زي الباقيين. ايوه عشان انا بني ادم، انا في بيبقى يعني هو خلي بالك البني ادم ده نوعين، وقسها كده على كل حاجه في حياتك، يا اما ليدر انا قائد، قائد في كل حاجه بعملها بطريقتي وباسلوبي واللي انا شايفه صح، وفي الفولوور اللي هو التابع. فانت شخص ليدر، انت شخص قائد بتعمل كل حاجه من وجهه نظرك، وده على فكره بيضايق الناس. هو انت ليه مش زينا؟ هو انت يعني انت خلاص يعني هتغيري الكون؟ هو انت يعني الديب السحلاوي اللي خلاص هيعمل مش عارف؟ فهم تلاقي على طول نقد. طب نقد دوت لشخصك؟ لا، علشان هم اللي مش قادرين يبقوا زيك. انا بشوف ان دي ميزه. هتقولي ميزه ايه يا روبي؟ ده اما واحد بيحسدني، اما واحد بيقر عليا، اما واحد مركز، يعني ايه الميزه في كده؟
اصل انت لو حد عادي محدش كان هيركز معاك. اقعد يا حبيبي كده رابع جنب اخواتك كده على دكة الاحتياط، احنا مش شايفينك اصلا. لكن لما انت تبقى مو صلاح نازل وفي الملعب وبتدخل جون وكل شوية تنجح وكل شوية تكبر كل شوية تبقى احسن، انت شخص ناجح. فطبيعي الناجح ده، النجمة ده، الرجل المشهور ده دايما بيبقى حاجة كده في السماء، الناس كلها شايفينه من تحت. ربنا يحفظك، ربنا يحفظكو ويكرمكو، وخلوا نيتكو دايما ان انتو بتعاملوا ربنا وملكوش دعوة بحد. طب والناس اللي حواليا دي، انا مش هقنع كل واحد بيا، يعني لا عايز يفهم حاجة يفهمها. بما اني انا براعي ربنا وبراعي تصرفاتي مش مستنية طنط ام منار تعلق عليا ولا مدام عفاف الرابع تقولي انت مالك يا روبي مثلا، مش عارفة بتعملي ايه. لا، مش بتاعتك على فكرة، مش بتاعتك، ومش هقف اقنعك ومش هقف ارد. يعني ربنا يبارك بس، ورد كده اي رد سلمي كده وخلاص. بحبكم قد الدنيا، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.